صباح الخير، صباح الأمل، صباح الابتسامة، صباح البركة، صباح الخير على حضراتكم كل مشاهدي قناة تيفي في كل مكان. حلقة جديدة من صباح النور، حلقة النهاردة 6 يناير 2020. كل سنة وحضراتكم جميعا طيبين، كل سنة وانتوا بخير، كل سنة وانتوا في صحة وسعادة وهنا وعافية وراحة بال يا رب، وكل حاجة حلوة. كل سنة وانتوا طيبين. 6 يناير النهاردة ليلة عيد الميلاد، خلينا نهني بعض ونقول الحب اتولد النهاردة. يا رب كل أيامكم تبقى حب، يا رب عيد ميلاد مجيد. عيد ميلاد هقول إنه مختلف بالنسبة لنا، لأن عيد الميلاد دايماً بيجيب معاه كل البركة وكل حاجة حلوة. يا رب يكون عيد النهاردة ربنا يطبطب فيه على كل واحد محتاج لطبطبة، ويجبر خاطر كل واحد خاطره مكسور، يكون سند ومعين لكل واحد ملوش سند وملوش ظهر يتسند عليه ولا حد يتحمى فيه. يا رب النهاردة نفهم قد إيه سيد المسيح بميلاده اللي اتحققت فيه كل النبوات اللي كانت من آلاف السنين قبل مجيء المسيح، وقبل ما تتحقق كل الناس كانت في انتظار اللي هيجي ويقسم الزمن ويكون ما قبل الميلاد وما بعد الميلاد. أعتقد كلنا عارفين إن ده اتحقق بس ميلاد السيد المسيح الوحيد اللي بميلاده قسم الزمن. ويا رب كمان بالميلاد احنا كمان حياتنا كلها تتقسم لقبل ميلاد المسيح في حياتنا وبعد ميلاد المسيح، يجي وينور كل ظلمة وكل عتمة وكل كركبة يرتبها، والبيت من جوه يبقى حلو ومنور، وقلوبنا كمان تبقى مختلفة ومليانة بالحب بميلاد الحب. صباح الخير يا اسحاق. صباح الفل يا هبة، كل سنة وانت طيب وانت وبخير. طيبة يا هبة، وكل سنة وكل مشاهدينا بألف خير وصحة وسعادة، ويا رب عيد جميل علينا كلنا، عيد الميلاد المجيد. طبعا عيد الميلاد زي ما قالت هبة، وأضيف إن هو عيد السلام، لأنه ولد ملك السلام، وليس هناك من يدعى ملك السلام غير سيد المسيح له كل المجد. بميلاد المسيح اتفتحت طاقات كبيرة وعظيمة للبشرية، بميلاد المسيح هناك باب للخلاص، بميلاد المسيح صالح السمائيين مع الأرضيين. يا رب يكون عيد الميلاد السنة دي سبب سلام لنفسنا وسلام مع الآخر وسلام مع الله. يا رب عيد الميلاد السنة دي نقول المسيح تعالى اتولد جوه قلوبنا، وإن كانت قلوبنا مليانة زي ما كانت المزود مليان بربما قذرات، ربما أشياء عتيقة، ربما أشياء شكلها وحش، لكن المسيح لما بيبقى موجود في مكان يغير هذا المكان، ويغير من الظلام للنور، ويغير كل شيء إلى جديد، الكل قد صار جديدا. أهلا وسهلا بكم، بتمنى تبعتونا على صفحتنا على الفيسبوك. تحب تعيدوا على مين النهاردة؟ أو على قد ما نقدر هنحاول خلال حلقتنا النهاردة نقرأ كلامكم الجميل اللي بتبعته لنا النهاردة. بتحبوا تعيدوا على مين وفين؟ لو عايزين تبعتوا لنا ابعتوا لنا على صفحة القناة CTV Egypt على الفيسبوك، بنقرأ كل تعليقاتكم على قد ما نقدر خلال حلقتنا النهاردة. يا رب نعمل حلقة كده احتفالية، نعمل حلقة احتفالية، وأكيد أنتوا هتحتفلوا طبعا النهاردة. بداية اليوم بتبقى يعني كل ست بيت مشغولة بتجهيز الأكل الفطاري، وبنستعد ازاي بالليل عشان يجي ميعاد القداس. كلنا هننزل الكنيسة ونروح القداس، لكن ما ننساش اننا نفرح بعض، ما ننساش اننا نعيد على بعض، ما ننساش اننا نرفع سماعة التليفون نقول كل سنة وانت طيب لناس كتير ما نكونش سألنا عليهم ولا كلمناهم. ما ننساش فرحة اللمة لما نتجمع مع بعض كده ونحس بالدفى والحاجة الحلوة في بيت العيلة. مش مشكلة يعني، يمكن اللي مش متوفر عنده ده حاول جوه المكان اللي انت فيه تعمل الأجواء. اعتقد الفرحة احنا بايدينا اننا نخلقها، بلاش يعني في يوم زي ده نكون فيه كآبة وخناقات ومشاكل ونفتكر الزعل ونفتكر حاجة تضايقنا. لا، خلينا النهاردة ننسى كل حاجة وحشة نحطها على جنب، نفتكر بس اننا عايزين نفرح بميلاد المسيح. وما يعديش اليوم كمناسبة. يعني انا يعني مش بحب العيد، فكرة العيد اللي هي العيد جه يعني يلا نعيد، يعني خلوا المناسبات بالنسبة لنا الأعياد هي فكرة إن احنا نتأمل في ميلاد المسيح. ميلاد المسيح فرح وسلام
ورجاء. طب الفرح والسلام والرجاء، الله يفرح جدا لما احنا نقدر نمارس يعني هذه الثمار، الفرح والرجاء والسلام. نمارسه ازاي؟ مع اخواتنا واصدقائنا وقرايبنا وجيراننا في الشارع وجيراننا في العماره والناس اللي جنبنا والناس اللي نتواصل معاهم زي ما بتقول هبه تليفونيه، نتواصل اجتماعيا، نروح ونزور. هو ده العيد وهو ده الميلاد، لا بلبس جديد ولا ولا بهدايا ولا باكل لحمه ولا باي حاجه، فرحه جوانا يعني. صحيح. وانا يمكن كنت بسمع اطفال صغيرين اكتر من الكبار بيجي في بالهم انهم عايزين يزوروا يعني دار ايتام، يزوروا حد مالوش حد من اصحابهم. فخلينا نشجع الفكره وندعم اولادنا في ده، وخلينا ناخدهم ولو ساعه في اول اليوم اننا نزور دار مسنين، نزور دار ايتام، نروح مستشفى نزور حد مالوش حد يسال عنه ويقول له كل سنه وانت طيب. صدقوني لو فرحنا حد الفرحه دي هترجع لنا احنا اضعاف اضعاف. هرجع اقول يعني حاجه بكررها، لما تخرج بره ذاتك وتفكر في حد قدامك وتدي الفرحه لغيرك، ربنا هيردها لك اضعاف 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 الفرحه اللي انت اديتها لحد. طيب احنا نقرا شويه من التعليقات، نقرا وبعدين هنقول لكم احنا عندنا ايه النهارده. طيب. نصبح عليكم. احنا عندنا من اصدقائنا اللي بيبعتوا لنا جرجس خميس كل سنه وانت طيب، وروماني جرجس، وامير حكيم، سامح حلمي، حازم وديع الشنوتي، حنان فرحان، عزيز نصر الله، تغريد ويليام، سامي منير، رأفت شمس، هاني أمير عزيز، كيريلوس رجائي، صباح الفل كيريلوس، كيرومينا، صبح علينا كل سنة طيبين يا رب، الحب اللي هيتولد النهاردة يتولد جوه بيوتنا وقلوبنا، أمين يا رب. مين تاني هبة؟ معنا هناء فرحان، كل عام وانتم بخير، كل سنة طيبة، رأفت شماس، سامي منير، نادية ريان، جيهان، جيهان ايه؟ جيهان صباح الخير، معلش انا يعني يمكن في بعض اسماء مش عارفه اقرا. سامي حلمي صباح الخير، جاكلين مجدي، نسر البريه، امير حكيم، عزيز نصر الله، جيمي الاسيوطي، كل سنه وانتم طيبين، ابانوب بيبو كل سنه وانتم طيبين، كركر كرولوس. مين تاني معاك؟ معايا المعلم رفائيل، وفيكتور سامور، ودودي فكري، والاستاذ عادل عبد الله صديقنا الدائم من دمياط، وماجد الفونس، وجيمي الاسيوطي، وعادل عشم، ويعني هم دول اللي باينين معانا لحد دلوقتي. مش بنقدر في بس كم حد كمان عشان برضو فضل. موني فايز، مينا ماهر، كرولو الصبري، أشرف محفوظ، محب لبيب، كل سنة وحضراتكم طيبين، وميرسي جدا على معايداتكم الحلوة، ولسه مستنيين كده تصحوا معانا وتبعتوا لنا وشوفوا عايزين تعيدوا على مين، قولوا لنا كمان انتوا بتبعتوا لنا منين، عشان احنا يعني بنحب نعرف انتوا بتراسلونا من أي محافظة من أي بلد، ده بيفرحنا وبيسعدنا جدا. نقول عندنا ايه النهارده؟ عندنا ايه النهارده؟ كالعادة طبعا بنبتدي فقرة باكر يا رب تسمع صوتي، وهنتكلم طبعا فيها عن ميلاد المسيح. كمان عندنا فقرتنا الثانية، فقرة الصحافة، الدنيا فيها ايه، نتجول في صحف واخبار النهارده. وعندنا فقرة انا حاسس ان احنا كلنا الحقيقة محتاجينها النهارده. اليوم احنا بالنسبة لنا الصوم، لما بنغير اكل طبعا في الصوم ونيجي نفطر مرة واحدة، نضرب بقى لحمة وفراخ والبط والحمام والحاجات دي كلها، كحك والبسكوت وال... فهو الدنيا كلها بتتقلب، فيعني يعني بطننا او جسمنا بيحس كده ان في مشكله كبيره حصلت، الحق ده في هجوم جاي من كل حته، ازاي نتعامل مع ده طبيا؟ نعمل ايه بالظبط كده؟ يعني نتحكم في اكلنا ازاي؟ الطريقه اللي ناكل بيها بشكل يعني صحي، يعني الى حد ما انا عارفه صعب التحكم في يوم زي ده، لكن اعتقد التدريج بيبقى مهم، يعني مش بعد فتره صوم 43 يوم الواحد ياكل كده وبكميات وبطريقه كمان الاكل يكون معمول بدسم بشكل غير صحي، فده هيسبب لنا مشاكل. فهنعرف النهارده من خلال الفقره ازاي نجهز الاكل بتاعنا بشكل صحي ونحافظ على صحتنا، ما نخرجش بعد ليله
العيد دي بوعكة صحية لقدر فكرة رب. ان احنا بنفطر بالليل، يعني احنا بنبتدي نفطر بعد الساعة 12 بالليل، فانت خلاص انت متعود كل يوم تنام الساعة 10 11 مش بتاكل بالليل، فتيجي بالليل تروح الدنيا في كلها مرهقة. في ناس يعني شفت كذا حد بياكلوا حاجة خفيفة جدا بالليل، يعني في ناس بتتعشى جبنة وبيخلوا الأكل الفطاري ده لتاني يوم في الفطار وفي الغداء. بس ده نسبة مثلا واحد بيتكلم في 1% ولا حاجة. بالظبط، لكن للكل نقدر ازاي نعمل الأكل بتاعنا بشكل صحي من غير ما نأذي صحتنا. عندنا كمان فقرة تانية النهاردة هنشوف موهبة ولعبة يمكن الكبار بيستمتعوا بيها، لكن لما نلاقي طفل في منتهى الذكاء والحقيقة يعني أجاد لعبة الشطرنج لدرجة أنه يحصل على ميدالية فيها ويفوز في مسابقة كبيرة بيها، يعني دي حاجة تنم عن ذكاء واستمتاع ومحتاجة تشجيع أكتر من يعني النسبة الكبيرة اللي بقت بتلعب الببجي على الموبايل. طبعا انا كمان عندنا هبه، مش عايزين ننسى عندنا حاجات فلرات في النص وعندنا تقارير في النص كلها بنتكلم عن عيد الميلاد، سواء تهنئه من داخل مصر وخارج مصر او حاجات بنتكلم فيها عن الميلاد، ويمكن انا وهبه كده مسجلين حاجه ان شاء الله تبقى يعني تبقى مفاجاه حلوه ان شاء الله تعجبكم، ويعني احنا مسجلين انا واسحاق لكن اسحاق هو اللي كاتبها فان شاء الله تنال اعجابكم. ممكن اعمل اعلان؟ اتفضل. عادي عندنا النهارده ان شاء الله النهارده دافعيني. طبعا عندنا النهاردة إن شاء الله وبكرة هيتذاع حلقة خاصة جدا من برنامج الكنيسة على الخريطة من الأراضي المقدسة، هنروح لكنيسة البشارة في الناصرة، ونروح لكنيسة المهد في بيت لحم، ونشوف حقل الرعاة، ونشوف بيت زكريا الكاهن اللي زارته العذراء مريم وهي حبلة طبعا، نشوف ده كله، وتبقى إن شاء الله حلقة جميلة. تابعوها النهاردة وبكرة، أعتقد النهاردة يبقى الساعة 4 مساء وبكرة الساعة 7 مساء. لسه كنت أسألك على المواعيد عشان يعني عايزة أتفرج على الحلقة، أنا متأكدة إن شاء الله تكون حاجة حلوة وتعجب حضراتكم. خلينا دلوقتي نخرج بقى نشوف فيتشر عن مغارة الميلاد. إسحاق صور المغارة وإحنا بنشوف حتى في كل كنايسنا بندخل الكنيسة بيكون مهتمين جدا طبعا قبل الكريسماس بيكون معمول المغارة، إن الخدام في الكنيسة والشباب بيبدعوا في عملها وفي شكلها وفي حجمها وفي حاجات كتير قوي. فخلينا نخرج دلوقتي نشوف الفيتشر اللي إسحاق عمله لنا وبعدها نرجع نتابع معاكم الفقرة الأولى في حلقتنا النهاردة، وباكرا يا رب تسمعوا صوتي. صباح الفل، كل سنة وانتم طيبين، بنعيش مع بعض أجمل وأحلى أيام السنة، نغمات كياك مع ترانيم الميلاد، مع البرودة الشتاء الجميلة، مع شجرة الكريسماس ومزود الميلاد، بنفرح مع بعض بميلاد السيد المسيح له كل المجد. معاكم النهاردة من كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بتصن بشبرا، بنتكلم عن مزود الميلاد، عاملين هنا مزود جميل في الكنيسة، تعالوا نتكلم عنه ونعرف أكتر ونشوف إزاي التماثيل الجميلة دي بتمشي وبتتحرك داخل المزود، يلا بينا. عشان نعرف أكتر عن المغارة الجميلة الموجودة هنا معايا فادي مجدي أحد الشباب الحلوين اللي عاملين المغارة دي، أهلا بك. أهلا بحضرتك. إزاي قدرت تخلي التماثيل دي تتحرك؟ مبدئياً إحنا فكرنا إن إحنا نعمل فكرة جديدة السنة دي عندنا في المغارة، وابتدينا إن إحنا نفكر عايزين المجوس يجي ويقدموا كأنهم بيقدموا الهدايا للسيد المسيح، فأولاً فكرنا إن إحنا نعمل زي عربيات كده هوت المجوس يقفوا عليها، وابتدينا بقى نفكر إزاي نخليهم يتحركوا قد إيه ويقفوا قد إيه ويرجعوا، فعملنا زي كنترول يونيت كده اللي فيها المايكرو بروسيسور اللي بيتحكم في المواتير دي، ابتدينا نحركهم بقى إن هو يروحوا ويرجعوا تاني.
شكلهم جميل قوي يعني. هو ده واحد من المجوس كان واقف هناك، بقى واقف جنبنا اهو. انا عايز اعرف منك بقى ازاي بتفكروا ان انتوا تعملوا مغاره كل سنه بشكل مختلف عن السنه اللي قبلها؟ يعني السنه اللي فاتت احنا عملنا المغاره كانت اصغر كده نص تقريبا، السنه دي كبرناها الضعف. والسنه دي حاولنا ان احنا نعمل فكره العربيات دي يعني فكره جديده، بحيث ان احنا نضيف لمسه جديده للمغاره. يعني هسألك عن يعني ازاي بتاخدوا انطباعات الناس هنا وشعب الكنيسه لما بيتفرجوا على المغاره؟ يعني الحمد لله ان كله كان بينبسط. يعني الانبا مكاريكا برضو كان موجود امبارح اسقفنا، وانبسط جدا افتتح المغاره عن طريق الموبايل من بعد، فكان مبسوط جدا يعني عجبته الفكره ان هي اول مره تتعمل في كنيسه يعني. والناس انبهرت يعني جدا بالموضوع، يعني ان احنا نكون بنصوروا معاها على طول وكانوا مبسوطين معاها. استخدام التكنولوجيا بقى في الحاجات الكنسيه دي، ان انت تطوع التكنولوجيا تستخدمها في يعني في حدث زي ده ان انت بتعمل مغاره. طبعا هي يعني فكره جديده، فاحنا حابين ان احنا مثلا نعمل مثلا عن طريق نشغل عن بعد عن طريق البلوتوث، ونتحكم فيها ان هي تروح قد ايه وتيجي قد ايه، فدي كانت لمسه حلوه يعني. ومعايا برضو من الشباب مينا منصور. مينا من الناس برضو اللي عملوا لنا الشكل الجميل الحلو اللي احنا بنتكلم عليه النهارده في المغاره. اهلا بيك. اهلا بحضرتك، كل سنه طيب. طيب كلمني بقى عن كم واحد اشتغل في مغاره الميلاد السنه دي، وخدت وقت قد ايه؟ لا يمكن كم واحد اشتغل، في شباب كتير قوي اشتغل ما نقدرش نعد يعني. حتى ممكن في شباب اساسيه شغالين، بس في ناس حوالينا دول الوقت شغالين ممكن يساعدونا بحاجات وحاجات كده. خدت وقت تقريبا ممكن في تجهيز الافكار والحاجات دي ممكن نقول شهر، التنفيذ العملي وان احنا نحطها والحاجات دي ممكن تكون حوالي اسبوعين مثلا. بيبقى تحدي بالنسبه لك ان انت كل سنه عايز تعمل فكره مختلفه عن السنه اللي قبلها، بتعملوا ايه بقى؟ بتقعدوا ورشه عمل؟ ايه اللي بيحصل بقى؟ بالظبط كده، كل سنه بنحاول ان احنا نطور اكتر ونزود حاجات اكتر في المغاره، ان احنا نخليها بشكل اجمل السنه دي وكده. بنقعد مع بعض المجموعه المسؤوله مثلا عن تكوين المغاره السنه دي، طيب احنا ممكن نعمل ايه؟ السنه فاتت ممكن لا عاوزين نعملها خشب، السنه دي لا، طب نبتدي نطور شويه. جات لنا الفكره بتاعت موضوع ان احنا نحرك التماثيل وتبقى المغاره متحركه وكده، فلا يعني بيبقى الموضوع ممتع يعني. مين بيشجعك ويدعم الافكار الحلوه بتاعتكم دي؟ لا فعلا الكهنة بتاعت الكنيسة بتشجعنا أكبر تشجيع وبتدعمنا الدعم الجامد جدا، وبرضو الأمنا المسؤولين مثلا عن موضوع الحفلة بتاعت الكريسماس والحاجات دي كلها، لا يعني بيدونا دعم جامد جدا يعني. بتفرح لما بتلاقي الشعب دايما بيجي يتفرج ويقول الله إيه الجمال وإيه الحلوة؟ أكيد طبعا يعني اللحظة النهائية طبعا اللي المغرب بتتكون فيها، والناس ساعة الحفلة أو ساعة العيد أو الحاجة دي كلها، والناس بتتصور ومبسوطة بالمنظر، دي حاجة بتفرحنا جدا يعني. النور جه واتولد لينا في مسود بقر، جه علشان يفدينا ويفدي كل البشر.